شركه موبينيل في اداره الفاينانس. السيريال نمبر بتاعي 13784. بدانا العمل في موبينيل، انا عن نفسي شخصيا بدات العمل في موبينيل من 11/8/2005. كنا شغالين في الوقت ده في مركز التجاره، داخل مركز التجاره تبع خدمه العملاء، في قسم اسمه قسم الباكينج، قسم مخصص لتغليف وتعبئه الخطوط في شركه موبينيل. بمعنى ان مفيش خط موبينيل بينزل السوق الا من خلال القسم بتاعنا، سواء هاند سيتس او خطوط اوريجينال عاديه. بدانا في مركز التجاره، كنا جوه في مركز خدمه العملاء كانت الاحوال كنا شغالين من غير عقود، من غير عقود خالص، بمجرد ان احنا بنبقى انت جاي من طرف المدير فلان او الزميل فلان بتيجي تشتغل. كان السيستم اللي ماشي انت مالكش اجل ثابت، مفيش اي عقد بتكتب عليه، انت كل الحكايه ان انت بتتعامل بالانتاج. السي دي يعتبر قطعه، السي دي اللي هو بيبقى محتوى الخط، اليوزر جايد، السي دي نفسه، بنقوم بتعبئه وتغليف الخطوط دي كلها، ده اسمه السي دي عندنا. كان القطعه دي كانت ساعتها ب 20 قرش القطعه، وكنا متقبلين الامر. جه بعديها اتنقلنا لموقع تاني من مركز التجاره العالمي اللي على كورنيش النيل، اتنقلنا لمركز مخازن ابو رواش في الكيلو 28، مخازن النوران. دي مجموعه مخازن خدتها موبينيل وفضلت ان احنا نبقى هناك. للاسف ان احنا رحنا هناك المكان غير ادمي، مفيش ابسط حقوق الحياه، مفيش ميه، اضطرينا كنا بنشتري ميه، مفيش كافيتيريا، اللي بمعنى اصح ان انت مش هتجيب اكل وانت جاي، خلاص انت مش هتاكل النهارده. مفيش ميه، الميه ما جاتش، خلاص احنا مش هنشرب النهارده، تشرب اي ميه بقى ثانيه. مكان غير ادمي، مفيش ابسط حياه للادميه. اتنقلنا هناك في حدود حوالي يوم 17 او 13/1/2006. طبعا احنا اصبحنا هناك مكان مقبول ومعروف، في ناس بتيجي، فاصبحنا عرضه لمكتب العمل، للامن الصناعي، ليه كده، لاي جهات رقابيه. ففوجئنا في 1/4/2006 جابوا لنا شركه اسمها شركه اي بي اس، رئيس مجلس ادارتها مدام نهاد قطامش، نائب رئيس مجلس الاداره اللي مضى على العقود دكتور سعيد بطرس. قالوا لنا احنا هنعمل شكل قانوني جميل، العقد ليك وعقد من شركه اي بي اس 200 جنيه ثابت، 100 جنيه متغير، وهتشتغلوا بنفس السيستم، بس ده يا دوبك ايه، ما هو اللي شكل قانوني لوجودكم في المخازن. قلنا اوكي ماشي، واشتغلنا من 1/4/2006 لغايه قبل الثوره، قبل 25 يناير. تعرضنا بقى لمجموعه حاجات يعني غير ادميه خالص، بنشتغل مثلا بال 15 ساعه وب 16 ساعه. اتذكر في يوم في عده الموبايل النوكيا 1100، احنا اشتغلنا الساعه 9 الصبح، خرجنا 5 المغرب تاني يوم. ده كل ده شغل متواصل دايركت، وسجلات الامن تثبت كده في امن الموقع. اتعرضنا لمعاملات، ان بمعنى ان المدير المباشر اللي هو كان طارق نصر، استاذ طارق نصر عبد الجواد، لو دخل لقاك بتتكلم روح على تليفون، كلمتي على تليفون بس بين قوسين، امشي من الشغل، ولما اتصل بيك ابقى اجيبك. ايه ممكن بقى تتصل بعد اسبوع، بعد 10 ايام، بعد شهر، بعد شهرين، في ناس قعدت 4 شهور بمجرد ان دخل بيتكلم، دخل لقاه بيتكلم. يعني الكلام ده حاجه من عند ربنا، ده ربنا جعلها كده فينا، انه ازاي يخش يلاقيك بتتكلم، او عايز يخش. اله مطاع، كن فيكون، اعمل، مش هتعمل امشي على تليفون. والوقائع دي كده كتير.